بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الحكيم عيادة عبد الحفيظ من الجزائر كالعادة. اليوم 26 فيفري من 2020، أعلنت البارحة في الجزائر أو إصابة بفيروس الكورونا، وبدأ التهويل الإعلامي. أوكي، اليوم راح نوضح بعض النقاط المهمة للمستمعين باه ما يهولوش ما تكونش عندهم خوف كبير من هذا الفيروس. للتوضيح انه فيروس الكورونا فيروس يعني معروف يعني منذ سنوات عديدة، وهو فيروس يتطور كل مرة ويجي بشكل جديد كل مرة. يعني ظهر عند في 2002 السارس، وهو من انواع فيروسات الكورونا، وقتل كثير من الناس، والان عادي، اصبح فيروس عادي. فيروس المارس او اللي ظهر في السعوديه كذلك هو من سلاله الكورونا ومتطور، وقتل في عند ظهوره، والان عادي. حتى فيروس الكورونا الان تاع الصين تاع ووهان كذلك راح يدي وقت ويقتل بعض الناس ويذهب. لانه علاه؟ لانه فيروس متطور، ما زالت البشريه، ما زال جسم الانسان لم يتعرف عليه، اذا ما يقدرش الانسان انه يقضي عليه بسهوله في الايام الاولى. اذا المشكله اين تقع؟ المشكله انه كاين جوانب ظل لم توضح في الاعلام ولا الهاله الاعلاميه الدوليه، انه فيروس الكورونا لماذا لم يعملوا إحصائيات نسبة الإصابة ونسبة الوفاة؟ تجدها نسبة وفاة قليلة جدا بالنسبة للإصابة. الناس اللي تصابوا الحمد لله خرجوا عادي وشفيوا من هذا الفيروس عادي. يعني أين المشكلة؟ لم تركز عليهم الهالة الإعلامية، وركزوا على 2% ولا 3% اللي توفوا. لا اعلم ما الهدف من يعني من ان التركيز على هذا الوفيات فقط. اثنين، كون جا وباء، يعني وباء قوي ووباء قاتل، يعني كان نسبه الوفيات تتعدى الى 80-90%، كما وباء الطاعون مثلا في العصور الوسطى والى غير ذلك من الاوبئه القاتله. يعني تكون نسبه الموت فيه نسبه كبيره جدا جدا جدا. هذا اثنين. ثلاثه، ما وضحوش في نوعية الناس اللي توفوا. احنا نعرفوا باللي شوف، هنا التركيز الإعلام يتركز على الوفيات ولكن يركز على نوعية الأشخاص الذين توفوا. كنا نلاحظوا باللي فيروس الأنفلونزا مثلا، روحوا شوفوا الإحصائيات في الأعوام الفارطة، تلقاو باللي نسبة الوفيات على الأنفلونزا الآلاف في العالم. ولماذا لم يركزوا على هذه النسبة من الآلاف الذين توفوا أكثر من الكورونا الآن؟ المشكل أنه هدف إعلامي، الله أعلم ما هو الهدف. المهم أنه فيروس يدخل إلى جسم الإنسان، خاصة الناس اللي عندهم نقص مناعة لمرض من الأمراض، أمراض مزمنة مثلا سكري أو أنيميا أو سيدا أو يعني أمراض مزمنة في جسم الإنسان تعمل على إضعاف المناعة. كي يدخل فيروس الكورونا يلقى مناعة منهارة، دونك بإذن يعني هذا الإنسان سينتشر فيه الفيروس وممكن يقضي عليه. يعني كاين ظروف تخلي فيروس الكورونا يسيطر على الإنسان ويقتل الإنسان، بدليل انه كاين ناس كثيره تقريبا 98% او 95% نجحوا من هذا الفيروس وهم عايشين الان عادي، يعني حياتهم عاديه جدا. اذا لا داعي للتهويل. المشكله اين؟ المشكله انه في 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 امرين. الامر الاول هي النظافه فقط. الانسان يكون نظيف في دائم الغسل، وهذا اللي حثنا عليه الاسلام، يغسل يديه كثيرا، ينظف المكان، ينظف الأمور اللي ممكن تنقل للعدوى. في حالة هذه الأمراض الإنسان ما يسلمش. في حالة الاكتظاظ الإنسان المريض لازم يروح يرتاح، ما يختلطش بالناس، نتجنبوا الأماكن المكتظة خاصة الحافلات عندنا احنا في البلاد والمراكز التجارية وإلى غير ذلك. الإنسان المصاب كذلك يشرب سوائل دافئة كثير، يركن الى الراحه. كاين شوف، احنا الفيروسات هي عموما ما عندهاش ادويه خاصه،
خاصة المتطورة هذه، يعني تطور نفسها بنفسها مثل الكورونا. الجسم تاع المناعة الإنسان هي الوحيدة اللي قادرة على قتل الفيروسات. ما كانش دواء خاص يعني يقتل الفيروسات، ما كانش مضادات حيوية تقتل البكتيريا، ما تقتلش الفيروسات. إذن في الحالة هذه الإنسان يخلي المناعة قوية، لأنه ربي سبحانه خلق الإنسان في أحسن تقويم، أعطاك ربي سبحانه وسائل الدفاع به تدافع على روحك. حنا كي نخرجوا على السنن الكونية، السنن اللي حطها ربي سبحانه تصيبنا الأمراض، نخرجوا على سنن النظافة تصيبنا الأمراض، نخرجوا على سنن الأكل الغير صحي تصيبنا الأمراض وغير ذلك. إذا الإنسان يلتزم بالأكل الصحي، يلتزم بشروط النظافة. كاين أمور الإنسان يقدر يعاون بها المناعة تاعو، اللي هي مثلا خاصة الآن مادام كاينة إصابة خاصة في فصل الشتاء، الإنسان واش يعمل؟ كاين أعشاب ملاحة تقوي المناعة. نعطيك مثلا الثوم، الثوم مقوي للمناعة وقاتل للجراثيم والبكتيريا والفيروسات. يقدر الإنسان يبشر حبة ثوم في ماء دافئ ويشرب 3 أكواب في اليوم. هذا علاج فعال يعني يساعد المناعة. كاين حبة قارص في عصير، حبة قارص في ماء دافئ مع ملعقة عسل يعني تعطي نتائج طيبة. زنجبيل ملعقة صغيرة في ماء دافئ 3 مرات يعطي نتائج يقوي المناعة. هذه كل ليست علاجات لقضاء على الفيروس، ولكن تساعد الجسم مع المناعة تاع الإنسان يقدر يقضي عليها. تبقى الأهم، الأهم هي أن الإنسان يلتزم بشروط النظافة وشروط الانتقال، يعني يغسل يديه، لأنه أي مخاط في اليدين يقدر ينقله إلى مقبض تاع الباب ولا سيارة ولا في أي مكان. العطاس ما يعطش في وجه الناس، ما يسعلش في وجه الناس. هذه بعض الاحتياطات، الغسل الدائم، الراحة، شرب المياه، وفقط بإذن الله تروح هذه العدوى كما راح قبلها فيروسات الأخرى تاع أبناء عمومته سارس والمارس يعني اللي قبل، وخلاص بإذن الله ما يكون حد شيء. هذا يعني الإنسان ما يهولش الأمور وما يتخذش إجراءات أو تهويلية إعلامية كبيرة ياسر، وإن شاء الله ما يكون غير الخير. واللهم اشفي جميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.